تكريما لها يحتفل العالم في كل عام في 21 من آذار بالأم للتفاني الشديد الذي تبذله تجاه أولادها. أم أحمد نموذج للأم المكافحة والعاملة التي قررت الاعتماد على نفسها، فقد أهدت إلى جانب حنانها الاهتمام بمستقبل أولادها في أن يكونوا مثالاً يحتذى به بين أقرانهم، حيث اتجهت إلى فتح مشروعها الخاص بإشرافها وإدارتها. أنا بدي أسوي عمل يثبت به وجدات قوة العراقية، أنا موهوبة بالأكل العراقي حصراً المصلاوي بحت. أنت مصلاوية؟ أنا بالأصل حديثية، والدتي من الموصل، فلهذا يعني مع العلم أهل حديثة أكلهم حي طيب، بس أهل الموصل يعني لا يعلى عليه، فأخذت الخبرة مال الطبخ من والدتي، فكانوا دائماً يقولوا لي إن أكلش طيب 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 ولذيذ وبينكها، وسبب النكهة مو البهار، النكهة ما تطبخي من هنا. لهذه الدموع حكاية لا يعرفها سوى الأبناء البارون بآبائهم وأمهاتهم، فرغم رحيل والدتها منذ سنوات إلا أنها لا تزال تذرف الدموع على فراقها. كانت أمي أحلى بستان وجابت أحلى ثمرات، أنا وخوتي وخواتي، فالفرح مو نور تنزل عليها، يعني كنا ثمرات وحلوات، حلوات مو الشكل، حلوات الطبع، وأخوتي أيضا. فبعض الأمور ما تكتشفيها وأنت صغيرة، تكتشفيها وأنت كبيرة، تقولين يعني حقيقة الأم كلمة عظيمة قليلة. من القلب تعمل وإلى القلب وصلت، امرأة عاملة وأم مكافحة وقفت بوجه الصعاب متحدية ظلم المجتمع، نحتت في الصخر لتحقق المستحيل، وبذلك تؤكد ما يعرفه القاصي والداني أن المرأة العراقية مثال للقوة والصمود. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.